ثم الإشكالات الذي يطرحها في الأحكام سواء الصادرة بالغرامة أو التعويضات الصادرة لفائدة الضحايا. الشق أو المحور الثاني كما قالت الأستاذة زهراء نسيم الصباح ربطت المحور. بسم الله الرحمن الرحيم. عزيز بسطيلي نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في مراكش. كما تتبعتم اليوم تحتفل محكمة الاستئناف بتخليدا لليوم الوطني للسلامة الطرقية بتنظيم هذه الندوة العلمية الجهوية التي يحضرها مجموعة من القطاعات الفاعلة في ميدان السلامة الطرقية. هذه الندوة اتخذت عنوانا لها دور القضاء والمؤسسات في الوقاية من حوادث السير والاحترام الواجب للقانون والاحترام الواجب لتحقيق استعمال الأمثل للفضاء الطرقي. وقد تم تقديم مجموعة من العروض في هذا الباب همت دور القضاء ودور المصالح الدرك الملكي والأمن الوطني والوقاية المدنية والإشكالات المطروحة. وسوف تخرج هذه الندوة بتوصيات نتمنى أن تجد طريقها نحو التنفيذ. هذه الندوة تأتي تكريسا للسنة الحميدة التي سنها السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في مراكش منذ أن تولى رئاسة النيابة العامة لهذه المحكمة، وتأتي كذلك كندوة ثانية في نفس المضمار بعد أن عقدت خلال السنة المنصرمة ندوة مماثلة ناقشت الدور الوقائي والزجري للقضاء. فالقضاء والنيابة العامة على الخصوص لا تبحث عن متهم ومجرم بأي ثمن، بل إنها نيابة عامة مواطنة تحاول أن تبحث في كل ما يحقق الأمن للمواطن عبر تفعيل وتنزيل دوريات السيد رئيس النيابة العامة تحت إشراف دائما السيد الوكيل العام الملك لدى محكمة الاستئناف في مراكش. لا يفوتني في هذا المجال أن أنوه بالدور الذي يتميز بنكران الذات الذي تقوم به مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني، والدور النبيل الذي تقوم به الوقاية المدنية في إسعاف المواطنين. هؤلاء الناس يقومون بعمل جبار يحتاجون ويستحقون التحية، ومن هذا المنبر نتقدم لهم بهذه التحية مع الشكر الجزيل. استسمح بكلامكم وعلى مسؤوليتكم توصيات هذه النبوة ونحن كلنا أمل أن تجد طريقها نحو التطبيق أو على الأقل، وليس المبدأ القول المأثور ما لا يطرح كله لا ما لا يطرح كله لا يطرح جله. هذه التوصيات هي كالتالي: العمل على تعميق الوعي لدى عموم المواطنين بأن مسؤولية حوادث السير هي مسؤولية مشتركة، وإبراز الجانب الاجتماعي القانوني، التشجيع على خلق ثقافة الوقاية من خلال تمكين المواطنين بوجه عام من قواعد السلامة المرورية قصد خلق وعي جماعي وسلوك وطني مسؤول، التشديد على أهمية التربية على قيم السلوك المدني والتربية الأخلاقية وعدم الاكتفاء بإعطاء